الرئيس نبيه بري، تسعون صوتا. انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب عام 2009 تسبب بإصابة عدد من المواطنين من جراء إطلاق النار احتفالا بالرئيس. تعد ظاهرة إطلاق النار في الهواء من أسوأ العادات اللبنانية، ففي الأفراح تطلق وفي الأحزان. مع كل إطلالة لشخصية سياسية يعبر المناصرون بإطلاق النار في الهواء، وكل المناشدات لم تجدي نفعا مع جمهور اعتاد أن تغطي السياسة مخالفاته. إنه يا شباب يا ناسنا يا أهلنا يا حبايبنا يا خي منبوس إيدكم، بدكم أكتر من هيك يا خي؟ بلا هالقواس خاتمة الأحزاب والمقاولات بالنسبة لإلي. ليه بقى هالقرار؟ من وراء القواس لعله خير فعلا، لأنه هذا الموضوع يعني مؤلم جدا ومؤسف جدا. لم يلتزم المناصرون وبقي الرئيس بري يظهر إعلاميا، ومع كل إطلالة كانت السماء تمطر رصاصا طائشا. قبل جلسة انتخاب رئيس للمجلس النيابي أصدرت حركة أمل بيانا دعت فيه إلى عدم إطلاق النار، وعلى الرغم من ضمان نجاح الرئيس بري لم تكن ردود فعل المناصرين مضمونة مسبقا، وكانت المفاجأة. فاقتصرت احتفالات أمل بعد إعادة انتخاب بري على دبكة شرطة المجلس والمفرقعات وذبح الخراف والرقص. مع كل احتفال بإطلاق النار أو اعتراض لمناصري أمل بطريقة عشوائية، كانت القيادة تتبرأ وترى أن الفاعلين غير تابعين للحركة، وأن مجموعات مناصرة تشوش، ليتبين أن الجمهور غير المنضبط ضبط. وبذلك يسجل لحركة أمل نقطة تؤكد أنه متى أرادت القيادة أراد الشارع. هادي الأمين، قناة الجديد.